السلام عليكم ومرحبا بكم وصحة رمضانكم حبيبات قلبي وشراكم. نتمنى تكونوا كامل بخير ومهنيين وفي صحة جيدة إن شاء الله. نرحب كامل بالمشتركين الجداد والمشتركات توعي ونقول لكم كامل مرحبا بكم إلى قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله مع الوصفات البسيطة تاع خالتكم ياسمين. نتمنى اني من كل قلبي اني نكون يعني عند حسن ظنكم ان شاء الله. الوصفة تاع اليوم كما عودتكم وصفات بسيطة واقتصادية. عندي هنا راش شوفلور اللي راح ندير به دوزيام بلا تاع اليوم، بما انه الشربة راهي دايما يعني موجودة. الدوزيام بلا راح ندير شوفلور غراتان شوفلور يعني بطريقة بسيطة وسهلة. عندي هنا راس الشوفلور كما راكم تشوفوا الكميه ماشي كبيره، راس الشوفلور هكذا شويه صغير. نحتاج لهذه الوصفه نص دار تاع دجاج ثاني ماشي كبير بزاف، حبه طوماطيش وسنينه تاع الثوم سكرفجين. نحتاج نص مغرف كبير تاع كري حلو. نحتاج الملح، شويه راس الحانوت، فلفل كحل، وشويه تابل خاص بالدجاج. عندي هنا ثلاثه حبات تاع البيض. نحتاج طوماطيش مصبره عفوا مع التوابل والزيت. دوك نبداو في على بركه الله في تحضير الوصفه. هنا في مقله رايح ندير ثلاثه مغارف تاع الزيت هكذا، حوالي ثلاثه مغارف. وصفة سهلة قلت لكم واقتصادية. بسم الله ندير الصدر تاع البيت هكذا يتقلى شوية. هكذا نخلي الصدر تاع البيت يتقلى شوية. أنا عندي هنا الشوربة تاعي راهي طيبة، خلي غير نضيف لها الفيرميسال. يوم درت شوربة بالمثال يحبوها بزاف ولادي، يعني صراحة يحبوا شوربة بالمثال خير من الشوربة تاع الفريك، يحبوها بزاف. هكذا رايح ندير لها يعني راهي واجدة، رايح ندير لها برك بالمثال هانديك. نخليها هكذا تزوج دقائق ثلاثه ما نزيد لهاش، ما على مره على مره نخلطها باش هكذا ما تزيدش. كي نفوتو نطيبو الشوربه نحطوها بجيه من بعد يجينا كل شيء ساهل. انا راني جنت طيبت الشوربه من بعد جنت المطلوع راهو يخمر. دوك رايح نطيبو كي نكمل ندوز للشوفلور، رايح نطيب المطلوع تاعي من بعد نولي لكم باش نكملو الوصفة ان شاء الله. بصح حتى ندوز نور الشوفلور هكذا نخليها يتقلى مليح. مرة على مرة نحرك الشوربة تاعي. نادت شوربة فيرميسال بالحم كما راكم تشوفوا. دوك هنا رايح نزيد الثوم. نزيد الحبة تاع طوماطيش اللي قلت لكم سكرفجة. ما ديروش البصل في هذه الوصفة، يعني صراحة تجي بزاف بنينة بالثوم أحسن من البصل. ندور المقلة باش نحرك مليح. يعني نطيبو كل شيء هكذا في المقلة، من بعد في الأخير
نديرو الشوفلور تاعنا باش يتحمر في الفرن، نزيد عليه التوابل، نزيد نص معرف تاع طوماطيش مصبرة، هكذا دوك نغطي ونخلي الدجاج يتقلى مليح في التوابل باش هكذا يعطينا بنينه هايله للبغاتان تاعنا. هكذا كي تقلى لي مليح الدجاج مع التوابل، شوفوا كيفاش راهو ما شاء الله، وراهي ريحته تشهي، الله يبارك. هكذا نمرق بشويه تاع الماء حتى يطيب الدجاج، هكذا قسم يطيب لي الدجاج. دوك انا نخليها على نار قليله يطيب، نروح نطيب المقلوع تاعي من بعد نولي لكم باش نكملوا الوصفه ان شاء الله. هاوليك هنا المقلوع تاعي راهو خمال، هاوليك راهو خمار، دوك رايحة نطيبو من بعد نولي ليكم ان شاء الله. دوك طابت لي لاصوص تاع الشوفلو، رايحة نفرغها هكذا في كاسرونة. بسم الله، ندير الشوفلو فوق النار هكذا كيما راكم تشوفون، نفرغ الشوفلور في المقلة. ضروري هذه العملية باش يجينا الشوفلور بنين، لو كان نديرو هكذاك في المول باش نديرو في الفرن أكيد ما راحش يجي بنين. كي تشرب هذا لاصوص صدقوني راح يعطيه ذوق رائع. دوك نفرغ هكذا شوية تاع لاصوص فوق الشوفلور هكذا، يعني شتو معايا هذه الخطوة شحال من خطرة نديرها باش هكذا كي يجيني الشوفلور صدقوني يجي روعة. هكذا نخليه يغلي هكذاك واحد 6 دقايق 7 دقايق، من بعد نديرو في البلالي يروح للفور. هكذا نخلي شويه تاع لاصوص، انا عندي هنا خاطرش قليت شويه بطاطا باش نضيفها للكراتان تاعي، خاطرش ذراري يحبوا هكذا بالبطاطا، تقدروا نتوما تستغنوا على البطاطا، اللي تحب ديرها ديرها تزيدها. دوك هكذا شوف لور خلاص راهو طاب، يعني خليته حتى تشرب هذيك لاصوص، بقات فيه غير شويه باش هكذاك الكراتان تاعنا ما يجيش ناشف. هكذا نديرو في البلالي يروح للفور. هكذا كي يكونوا هكذا شويه الكبار هذا نقسمهم هكذا على زوج بهذه الطريقة، صدقوني راح تحصلوا على غراتان ولا أروع. نزيد البطاطا، قلت لكم هذه اختياري، تحبوا ديروا البطاطا تحبوا ما ديروش كيما حبيتوا، يعني البطاطا تزكي لنا شوية الكراتان تاعنا والعائلة كامل تاكل. على بالي تحبوا الوصفات الوجبات العائلية بمواد بسيطة واقتصادية، انا هذا هو المغزى تاعي باش نعطيكم مواصفات اقتصاديه وعائليه. هكذا دوك الصدار تاع الدجاج هكذا كي خليته حتى الاخر باش نديرو هكذا من فوق، يجي الكراتان تاعنا شباب ويجي
الله يبارك ما شاء الله. هكذا دوك لاصوص هذيك اللي بقات نشرب بها البطاطا باش ثاني البطاطا تاخذ من بنه هذيك تاع الدجاج والتوابل، ويجينا الشوفور بنه على بنه. الله يبارك. هكذا نتحصلوا على دوزيام بلا يكون هاي. الله يبارك. دوك هكذا عندي هنا 3 حبات تاع البيض، راح نضربهم شويه، داخلو شويه تاع فلفل كحل، قرصه تاع الملح. هكذا راح نفرغهم من الفوق بهذه الطريقه. ندخل شوية البيضة في الشوفلور والدجاج باش هكذاك يتماسك، ويزيدوا شوية تاع جبن مبشور. ديروا أي جبن عندكم. هكذا دوك كملت، درت له كامل الجبن المبشور هكذا من الفوق. نمسح البلاط تاعي هكذا من الاطراف باش هكذاك ما يتحرقش كي تسيح هكذا شويه مرقه ولا يقعد لنا البلاط نقي. انا رايح نديرو دوك في الفور، شعلت له من تحت هكذاك باش يطيب لي البيض. من بعد هكذاك 10 دقائق نشعل له من الفوق باش يتحمر، من بعد نعاود نولي لكم ان شاء الله. راني كملت الوصفات اللي كنت نحضرها معاكم. كيما شفتوا معايا درت شوربه فيرميسال باللحم، هاي لي كيما راكم تشوفوا يعني جات روعه. الله يبارك، خاطر شي ولادي بزاف يحبوا الفيرميسال على الفريك، صافي مره على مره ندير لهم هكذا شوربه فيرميسال. والكراتان تاع الشوفلور تاعنا راهولي كيما راكم تشوفوا جا روعه. الله يبارك، نتمنى انكم تجربوا هذا الوصفة في أقرب وقت. هكذا نقسم لكم باش تشوفوا الكراتا تاعنا كيفاش جار. الله يبارك هاوليك ما شاء الله، صدقوني جربوا هذه الوصفة وعلى ضمانتي راح يجيكم كراتا مشمخ ومشرب مليح هذاك لاصوص، ويعطي له بنة الكراتا تاعنا. هاوليك الله يبارك ما شاء الله. نتمنى انه هذه الوصفة تاع اليوم عجبتكم ان شاء الله. ما تنسونيش بلي جيم لا فيديو وابوني للقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر من فيديوهات لندياس من الطبخ وصحة فطوركم.